صباح الخير. من اكتر الاكلات المميزه واللي بنحبها بس اصلها مش مصري هي الشيش طاووق. لكن يعني ايه شيش طاووق ويا ترى اصل الكلمه اصلا منين؟ ده اللي هنعرفه مع بعض النهارده. ده نوع من الاكل الشيش طاووق ده قطع من الفراخ. هو نوع من الاكل؟ لا ولا احب اجرب ان شاء الله. هي نوع من الاكل يعني قطع من الفراخ متبله بطريقه معينه ومشويه على الفحم. تهيألي حاجه زي كده يعني. ما اكلتش قبل كده فراخ بس ليها تتبيله معينه وبتتحط في عيدان. هو ممكن يتغرف في الاسم بس ويبدا يجرب ولكن ياكلوها ما اعرفش هيميز طعمها بعد الاكل طبعا. لا اسئله غريبه دي كده. لا مش عارف صراحه. اي لغه بتبقى مختلفه او اي حاجه بتبقى جايه من بره فرنساوي الماني حاجه زي كده يعني. ممكن اقول مكسيكي شويه. شيش وطاووق ممكن عشان بس بتتشوي او بنعملها على الفحم فممكن تكون جت من هنا. شيش وطاووق ممكن فارس وراها من قطع فراخ اكله. اعرف لحمه بس انا معرفش ما اكلتهاش قبل كده الصراحه. اصلها قبطي يعني ممكن تكون مثلا فيها حاجه من كلمه سيخ او حديد. بلغه عربيه برضه. انا اساسا ما اعرفش الاكله نفسها ازاي اعرف دي لغه عربيه. لا ما بحسش عنها.